نواصل نشرتنا من الخبر الاقتصادي الأخير، ومعنا لمناقشته من الرياض الخبير الاقتصادي محمد الصحيان. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. إذا يمكنك باختصار لو سمحت أن تشرح لنا تأثير قرار المملكة عدم رفع الدعم للمحروقات على الاقتصاد السعودي على المدى البعيد. في الواقع عدم رفع الدعم للمحروقات هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، وإن هذا الدعم يكلف الحكومة السعودية في الأسعار الحالية حوالي 22 بليون ريال سنويا، وهذا من الأسعار السابقة وليست من الأسعار العالمية. وبالتالي أعتقد أنه هذا الدعم لا يمت بصلة للإنتاج، لأنه المستفيد الأكبر هو قطاع الأعمال والعمليات الغير نظامية. نعم. من عمليات تهريب المشتقات النفطية. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد. نعم، سنكتفي بهذا القدر من الشرح. شكرا جزيلا على هذه المعلومات أستاذ محمد الصحيان الخبير الاقتصادي، حدثتنا من الرياض.